رمضان مبارك كريم. انتظرونا على قناة ريماي تي في في ملفات للنقاش. ملفات للنقاش يستضيف سياسيين وفاعلين وأصحاب القرار في قضايا القرى. فانتظرونا طيلة شهر رمضان. رمضان مبارك كريم. انتظرونا على قناة ريماي تي في في ملفات للنقاش. ملفات للنقاش يستضيف سياسيين وفاعلين وأصحاب القرار في قضايا القرى. فانتظرونا طيلة شهر رمضان. رمضان مبارك كريم. انتظرونا على قناة ريماي تي في في ملفات للنقاش. ملفات للنقاش يستضيف سياسيين وفاعلين وأصحاب القرار في قضايا القرى. فانتظرونا طيلة شهر رمضان. رمضان مبارك كريم. انتظرونا على قناة ريماي تي في في ملفات للنقاش. ملفات للنقاش يستضيف سياسيين وفاعلين وأصحاب القرار في قضايا القرى. فانتظرونا طيلة شهر رمضان. سيداتي وسادتي، أسعد الله ليلتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بنا جميعا في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم خلال شهر رمضان من الاثنين إلى الخميس، ملفات للنقاش. ملفات للنقاش لحلقة اليوم، ليوم الثلاثاء، نخصصها لموضوع واقع المصحات الخاصة بالمغرب بين إكراهات المهنيين وآمالهم وانتظاراتهم وسط انتظارات المرتفقين. عدد المصحات الخاصة بالمغرب يقارب 360 مصحة. ماذا عن واقع هذه المصحات بالمغرب وأي خدمة تقدم للمواطن؟ ماذا عن الإكراهات التي تواجه تقديم خدمات صحية أجود لفائدة المرضى لتعويض الخصاص الذي باتت تشكو منه المنظومة الصحية على مستوى المراكز الاستشفائية العمومية؟ هذه الأسئلة وغيرها سيجيب عنها ضيف حلقة اليوم من برنامج ملفات للنقاش، الدكتور أحمد مسير، رئيس المكتب الجهوي للمصحات الخاصة بجهة سوس ماسة والجنوب. مرحبا بك دكتور على ريمال تي في وفي برنامج ملفات للنقاش. شكرا سي سعيد. أولا قبل كل شيء بغيت نشكر قناة إلكترونية ريمال تي في اللي كنتمنى لها التوفيق، وكذلك كنقول بأن هذه القناة جت بشيء جديد وهي التفتح على الساكنة والإشارة إلى القضايا اللي كتهم الساكنة، قضايا اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، طبية إلى آخره. وهذه المبادرة ديال هذه القناة كنصفقوا عليها. طبعا هذا واجب باش اننا نفتحوا على الجميع، لا مهنيين في قطاعات اخرى ولا حتى في الملفات، لان طبيعه البرنامج كيفرض علينا هذا الانفتاح على مختلف الفعاليات ومختلف ايضا المبادرات والملفات اللي عندها راهينيه، ومنها المصحات الخاصه اللي الان تطورت في المغرب واصبحت واقعا تقدم خدمه صحيه، والمواطن حتى هو كيطلب انه تكون جوده. بينا نعرفوا الدكتور مسير الواقع ديال هذه المصحات في المغرب الان، العدد ديالها 360 على يعني المستوى الوطني في جهات سوس ماسة والجنوب تقريبا كتوصل 30 مصحة. ولكن بغينا نهضروا عموما على الواقع ديال هذه المصحات على المستوى الوطني، وتعطينا بعض المؤشرات اللي كتبين هذا الواقع اللي كتعيشوا هذه المصحات الخاصه بالمغرب اللي كتقدم الخدمه الاستشفائيه الصحيه في اطار المنظومه الصحيه المتكامله في البلاد. نعم، المصحات الخاصه في المغرب كتلعب واحد الدور طلائعي فيما يخص تجديد الوسائل ديال التشخيص، وسائل العلاجات،
وإدخال إلى الساحة آليات اللي هي مرتفعة الجودة. لماذا؟ باش نقدموا هذه المساحات الخاصة باش تقدم الخدمة أفضل اللي أفضل وعندها جودة أفضل. وحنايا ماشي بوحدنا موجودين في الساحة، حنايا مع وزارة الصحة اللي كان قبل وزارة الصحة العمومية، اليوم أصبحت وزارة الصحة فيها القطاع العام وفيها القطاع الخاص. بحال القطاع التربية الوطنية، يعني كان القطاع الخاص المدارس الخصوصية والمدارس العمومية نفسه في قطاع الصحة تماما، بحال في التكوين المهني بحال القطاعات كلها. هذا توجه ديال الدولة غادي في هذا الانفتاح ديال تماما. وحنايا جينا باش نكملوا داكشي اللي القطاع العام ما يقدرش ينتجو وما يقدرش يستثمر فيه نظرا لأولويات أخرى اللي عنده اللي هي الوقاية. حنايا حتى الضغط اللي كاين عند عند المستشفيات والمراكز الاستشفائية العمومية ما قدرش تلبي الحاجيات كلها. نعم. مثلا من غياخد بنادم غير موعد مثلا عند الطبيب في القطاع العمومي ممكن يمتد حتى سنة و ست أشهر، ولكن في الخصوص في المساحات الخاصة في القطاع العام الإشكالية اللي باقي اليوم وهي في في الموارد البشرية، الموارد البشرية الطبية لا شبه الطبية اللي هي في الحقيقة ما كت تزج على حسب الحاجيات ديال النمو الديموغرافي ديال البلاد. فحنايا الواقع ديال المساحات الخاصة بالمغرب هو أننا جينا كقطاع خاص متجدد اللي غادي يلبي واحد العدد الرغبات ديال المرضى، واحد العدد ديال الاستشفاءات اللي في واحد الوقت ما كانش موجوده في المغرب. كان الناس لا بدا يمشيو حتى للخارج باش يديروا فحوصات ولا باش يداووا. اليوم وحتى تحاليل مثلا وطبعا التحاليل هي اللي خصها تدار في الخارج، ولكن اليوم رجعنا واحد مستوى عالي، كفاءات عالية، كفاءات عالية وتجهيزات أيضا، تجهيزات كذلك اللي هي كانت تمكنوا دابا في الأخذ يد المرضى باش نخرجهم من الأزمة الصحية فاش هما عايشين. طبعا هاد الملاحظة على الواقع الآن ديال المساحات أنه كاين في الآونة الأخيرة ربما في العشر سنوات الأخيرة كاين واحد استثمار كبير في هاد المساحات. كانت مدن إلى حدود نقولوا غير بداية 2000 ما كانت فيها حتى شي مساحة، الآن ولات هاد الخدمة ما غتلقاو شي مدينة فيها على الأقل مساحة جوج ثلاثة من الجراحة من التوليد من غيرها من تخصصات اللي كتكون قريبة وربما كتعيش هذه المساحات وكتعيش أيضا نعم المستشفيات العمومية. نعم علاش بالضبط هذا الاستثمار نعم بدا كيتوسع؟ هاد المقاربة اللي درتي، المقاربة باش تقارن ما بين القطاع العام والقطاع الخصوصي، القطاع الخصوصي إلا نقدر نقول انفجر في المغرب من أواخر التسعينات إلى اليوم. واش هجرة ديال الكفاءات من العمومي الخصوصي ولا؟ لا نقدر نعطي مقارنة بجهة أكادير سوس مرسى في التسعينات في 94 95 كانوا جوج مصحات في أكادير كله، جوج مصحات وانا الثالثة. هذا يدل بأن كاين واحد ان ديزير ميديكال. لي شنو اللي عطى واحد الشعله باش الناس يستثمروا في القطاع الخاص؟ لان في القطاع العام كان عندنا طموح، خدمنا في القطاع العام عطينا خدمات وسهرنا وخدمنا، ولكن الوسائل
ديال التشخيص ووسائل العلاج كانت ناقصة في القطاع العام، لأن كانت عنده الأولوية هي هي البرامج الوقائية اللي شاركت فيها أنا ملي كنت في مع أنا كنت في مع القطاع العام وخدمنا كتير في هذا الميدان. إذن أشنو اللي جاب القطاع الخاص إلى هذا المجال الصحة، هذا المجال الصحة استثمار فيه، وهو جاء بواحد الإيجابية هي استثمار في القطاع الخاص وخاصة في التطبيب وفي العلاجات. صديق لا multiplication de l'hospitalisation وديك الساعة هذاك سيتي ان شوا ديال وزارة الصحة العمومية، كانت هي ديها بزاف في الوقاية وخلت المجال خاوي بالنسبة ديال الاستشفاء والعلاجات. فلهذا كان واحد الجو اللي هو ملائم ومناسب باش بحالي انا وبحال الاخوات والاخوان اخرين اطباء طبيبات واطباء اللي زعمنا في الحقيقة. علاش قلت زعمنا؟ لان ما كانوش عندنا اي تشجيعات. كتمشي للبنكة باش تاخذ واحد ان كريدي تيقول لك مرحبا اشنو عندك؟ ضمانات. شنو الضمانات عندك؟ انا جاوبت، نعطيكم القصة ديالي، انا جاوبت انا عندي الكفاءة ديالي والدبلوم ديالي وداكشي غير معترف به في المغرب. اللي قدامي قال لي يا ودي اسمح لنا هادشي تهمك انت، ولكن احنا خصك تجيب لنا ضمانة مالية. فإذا به هنا بدات عندي واحد اليقظة، وقلت واحد التحدي قلت إذا هادشي كيعيشوه كل الأطباء اللي كانوا يستمروا في واش أنا في المجال. أنا عندي طموح باش نخدم وباش نعطي الساكنة واحد العدد ديال الكفاءات، ونعطي واحد العدد ديال الخدمات ديال الجودة، وندخلوا التكنولوجيات الجديدة. حنا ديك الساعات كنا من أوائل اللي درنا الفحص بالمنظار، الفحص الباطني بالمنظار. ولكن ما كنشوفش أنه حتى الوعي ديال المجتمع الآن هو اللي دفع أنه الأطباء انتقلوا من العمومي للخصوصي، وحاولوا ما يمكن يشكلوا تكتلات ويديروا مصحات. لا، لأن هذا الجانب بدأت يتوسع. لا مزيان، التكتلات دابا كاينة، واحد الوقت كانت مبادرات فردية. اليوم هما مبادرات جماعية واللي هي فيها الخير، لأن كاين واحد التكامل ما بين اون كومبليمونتاريتي ما بين الشركاء في بعض المصحات المتعددة الاختصاصات ولا التخصصات. فهذا هذا نقطة إيجابية اللي جعل واحد تعدد هذه المصحات الخاصة اللي هي لقات واحد الإقبال، لأن الإقبال اللي كتعطى في المصحات الخاصة ماشي هو الاستقبال. واش ما نقولوش بأنه في العمومي ماشي، ما نقولوش بأنه المواطن الآن نفر من التعامل في العمومي ومشى هرب للخصوصي. لا مش هذا واقع. أنا شخصيا ربما واقع، ما غنتظرش 6 شهور باش أنني ندير تماما تشخيص طبي مثلا وتسنى واحد العدد باش يكون عندك موعد إلى آخره. وكذا ربما إذا هنايا اش نقدر نقول، بحال قلنا تقريب الخدمة ديال الخدمة إلى المواطن والمواطنة. هذا هو الدور اللي لعبنا به، اللي لعبنا الدور اللي لعبنا، وهو جبنا تقنيات جديدة، درنا الاستثمار. علاش؟ باش نقربوا للناس اشنو هل من جديد في الطب. هذا هو، وهذا هذه واحد الاحساس معنوي قوي جدا اكثر من ما هو تجاري. انا من اللي خرجت ما خرجت على باش انا كان جيت بيان ملي كنت في وزارة الصحة، ما خصني التأخير، ولكني العلم دفعني باش نزيد لقدام. تنفكر تنمشيو للمؤتمرات الطبية، تنمشيو تنديرو التكوينات المستمرة، وتنشوفو داكشي تنبقاو اوني فغستغي
تتألمون من إيه تنقول علاش هذه ما نديهاش لبلادي، علاش هذه التقنيه ما نديهاش لبلادي باش نستفد منها المواطن، باش نستفد منها المواطن او المواطن اللي حدايا. اذا كانت فينا روح وطنيه، هذا هو اللي دفعنا باش نستثمروا، رغم كل الصعوبات، رغم الصعوبات والمخاطر ومخاطر، ورغم عدم وجود التشجيعات للاستثمار. هذا غرجع لي في ما يتعلق بالإكراهات، لكن جدا. بغيت دكتور مسير، عندكم بعض الأرقام هذه المصحات الخاصة في المغرب شحال كتشغل تقريبا، شحال كتقدم ديال الخدمات؟ إذا كانت أرقام كانت لا عندي، إلا عندك أرقام وطنية أو جهوية على الأقل. عندي رقم وطني وعندي رقم جهوي تقريبي. انا عندك الصفه انت رئيس المكتب الجهوي للمصحات الخاصه، الجهوي للمصحات الخاصه بسوس ماسه والجنوب، للجنوب للجهه، جهه سوس ماسه والجنوب. وهذا شرف لي باش نكون مستضاف من جهتكم، باش نكون ريبورت بارول ديال ارباب المصحات، لانهم على المستوى الوطني ملي اتصلنا بهم قالوا لنا الدكتور مسير هو اللي مكلف، لانني انا عودوا في المكتب الوطني وكذلك انا على حسب هذا. اذا نرجع لجهه سوس ماسه، عندنا 18 ولا 19 مصحه، قول 20 مصحه، ولكني خصنا نستثنيو، ماشي نستثنيو، خصنا ناخذ 30 مصحه، ولكن كاين خمسه ديال المراكز لتصفيه الدم، لتصفية الكلى، لأمراض الكلى. وفيما يخص فرص الشغل ديال المصحات على الصعيد الوطني، عندي رقم ديال فرص الشغل في المصحات وفي العيادة الطبية، كنشؤوا على الصعيد الوطني 48,000 فرصة شغل. وإلا تنقول فرصة شغل، فهذه فرصة شغل مباشرة، وكان كذلك فرص شغل غير مباشرة، لأن المصحات خاصهم يشريوا الآليات، عند الناس اللي كيبيعوا هذا الماتيريال ميديكال، لونتروتيان ديال الصيانة ديال كذا، إلا شري فاش كنبنيو وتنديروا آليات تخدموا مع الشركات بوغ لا مينتونونس، وتا هما إذا تيكون عندهم هادو هما لي زومبلوا انديريكت، لومبلوا انديريكت. وكذلك في المدينه حتى هي كتنمى، تنساهموا في التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه كذلك، ماشي حنايا جينا غير باش نديروا الطب فقط، تنديروا الطب ولكني طلعتي واحد النهضه، مدينه النهضه، واحد النهضه للجهه ديالنا. طبعا هذا كيجرنا للمحور المتعلق بالإكراهات، وكنتلاقوا بأن المواطن كيتشكى، وأيضا أرباب المصحات الخاصة كيتشكاو حتى هما عندهم إكراهات. وفي الحديث ديالنا قبل إعداد البرنامج، قبل إعداد البرنامج وفي الحديث ديالي معك، كنا ناقشنا هذه القضية ديال الإكراهات اللي كيعيشها أرباب المصحات الخاصة، وعلى رأسها إلا سمحتي لي. نعم تفضل. إذا ممكن نكمل نعطي بعض الايضاحات للمشاهدات والمشاهدين. حنايا ما خدامينش بوحدنا، مصحات ماشي بوحدنا، كاين مصحات، كاين النطاق فاش خدامين في النطاق ديال لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار، التامين الصحي الاجباري. وهذا التامين الصحي الاجباري حتى هو عطى واحد الدفعه لهذه المصحات باعتبار التعاقدات اللي كانت تعاقدات فعليها. كنت نستسمح منك واخا تفضل تفضل، هي مزيان هذه النقطه لانها كتهم المواطن تماما. المواطن راه عارف، المواطنات والمواطنين اللي كيشاهدونا راه عارفين باللي ان كاينه التغطيه الصحيه اللي مع الاسف باقي ما تستفدش منها الا تقريبا 33-34% ديال الساكنه، ثلث ديال الساكنه. و القانون 65-00 هو القانون اللي تنظم
هاد التغطية الصحية. وهاد التغطية الصحية أعطت ما يسمى بالتعريفة الوطنية المرجعية. والتعريفة الوطنية المرجعية هي سيت اون ريفيرونس، هي الأقل، هي المينيموم، هي الوسط، هي الوسطية. نقولوا دابا المواطن خصو يخلص بهذيك التعريفة، خصو يخلص بالتعريفة في 2006. وغادي نتذكروا على ما بعد اشنو وقع ما بين 2006 حتى 2019، بعد 13 سنة تماما. والاتفاقيات كانت ما بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وكذلك الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وكذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعدد القوات المسلحة الملكية، الفيدرالية الوطنية لشركات التأمين وشركات التأمين الدولية. هادو درنا معهم اتفاقيات. واش هادشي يشمل جميع ارباب المصحات الخاصة؟ يشمل اه مناش. هذا سؤال مزيان. ولا لا مزيان هذا السؤال. هذا شرتي لواحد النقطة مهمة جدا، لأن حنايا هنا لتنوير الرأي العام. وراه هادشي علاش جبناكم في إطار هذا تنوير الرأي العام، لأن نبدا نقول ها شنو تيقول القانون. القانون 65/00 تيقول بلي أن هذه التغطية الصحية الإجبارية تعم بلاش، لأن شكون هما اللي مضاو عليها؟ مضات عليها وزارة الصحة، مضات عليها الوكالة، مضاو عليها هاد الصناديق والتعددات، وكذلك الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، النقابة الوطنية لأطباء العام للقطاع الصحي، أطباء العام، وكذلك الأطباء اختصاصيون، هما كلنا ملزمين بها بتنفيذ هذوك الاتفاق، باش حنايا نكونوا داخلين مباشره مع نفس النظام ديال التغطيه، نفس النظام ديال التغطيه الصحيه. حق المصحات، المصحه او الطبيب في القطاع الخاص كما بغى يكون طب عام او طب اختصاصي، تيعطيه واحد المهله زمنيه باش يكتب الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باش يقول انا ما غاديش يكتب باش يقول انا متفق، لان القانون تيقول كل شيء منخرط يعني بصفة تلقائية ولكن لا، انت ما بغيتيش تكون تدخل هذه الاتفاقية، عندك انت حر باش ما تدخلش مع هذه الاتفاقية هذه. اذا كاينه حرية لا ديال الطبيب لا ديال المصحة باش ما تنخرطش، ولكني الا فات واحد مهلة زمنية تطبق عليك بلي انك داخل في هذه المنظومة الصحية اللي نقدر نقول لها منظومة صحية جديدة. مادام ان ترتي هذه القضية نهضروا على الواقع، يعني بين الاسئلة ديال المتابعين قال بانه القطاع الخاص الطبي موجه لفئة الاغنياء والمنا، التعريفة الوطنية الإجبارية الوطنية، التعريفة الوطنية المرجعية الوقت فاش مناش قبل ما يكون توقيع على هاد التعريفة هذه، كانت مناقشة طويلة باش نحددوا الأثمنة. كان إذاك حكومة اليوسفي اللي كان مطالب منا باش نديرو الحد الأدنى اللي ممكن باش راه واحد شوية غادي نعطيكم بعض الأمثلة ديال بعض الخدمات اللي كنعطيو، اللي هي اليوم إلا سمعتي الثمن ديالها لا يمكن تثق بها، لأننا قبلناها في واحد الوقت. ولكن يقبلنا علاش؟ لاننا فينا روح المواطنه، ووقفنا مع الحكومه ومع الدوله مع او التعريفه المرجعيه الوطنيه المرجعيه هذا. وغادي نزيد وحتى التعريفه الدكتور موسيه كاين اللي كيعتبرها بانها مازال ما وصلتش القدره ديال الشرائيه ديال المواطن
يعني المواطن المغربي مازال ما عندوش الامكانيات. غادي نجاوب الاخ ولا الاخت اللي لان هذا تساؤل، هذا التساؤل هذا كان كيعتبرها في التعليقات بانها راه تعريفه مرتفعه كانتش نزلها علينا، ما كانتش مفروضه علينا، حنا قابلينا وحنا نقصنا فيها، مناش حنا اللي كنتحكموا فيها، مناش حنا اللي كنعرفوا شحال كتسوى، كيسوى الخدمات اللي الخدمات اللي كنعطيو. اذا الخدمه هذا هذا التعريفه هذه دارت باقتناع لا ديال وزاره الصحه اللي حتى هو فيه الهم ديال الناس اللي عندهم واللي ما عندهمش. اذا هذه ما مديراش غير للناس اللي عندهم اللي تقوم بهذاك الدور، لان الاستشفاءات وهذا دور الدوله قبل كل شيء. الحق في الصحه هو حق دستوري اللي الدوله خصها تامنه للمواطن، الدوله تامنه للمواطن. ولكن احنا جينا جبنا ان بلوس، جبنا شي حاجه اخرى اللي احنا هنايا، حنايا القطاع العام وقطاع خاص احنا متكاملون، احنا في تعايش دائم من اللي بدات هذا التعريفه هذه الى اليوم والى المستقبل ان شاء الله. كاين بعد اللي بغيت نزيد توتويت، وهو ان الخدمات حنايا كنوفروا على الصعيد الوطني الناس المنخرطين، لا في لي زاسيغونس، لا في لا كنوبس، لا في لا سي ان اس، لا في لا مافاغ، لا كذا. حنايا اللي كنداويو 90% 80 حتى 90% ديال هاد المنخرطين، 80 حتى 90%. اذا تلعبوا دور خصنا نقولوا نو زوفرو ان سيرفيس بوبليك، واخا حنا بريفي بلوس، ولكن نعطيو ان سيرفيس بوبليك باسكو اون برون لو ماكسيموم دو لا بوبولاسيون. هذه مهمه جدا، هذا هو الدور من الدور ديال الادوار المهمه اللي هذا. وكذلك كنوفروا ال 60% ديال الساكنه، تنوفرهم الخدمات 60% اللي ما عندهمش اي تغطيه صحيه. إذن هادو كيأديو مباشرة، كيأديو. إذا نقدر نجاوب لهذاك السؤال اللي طرح، واش هادشي دار غير الساكنة؟ راه كاينة 60، إلا خدينا 60% ديال الساكنة راه فيهم اللي غني واللي ماشي غني. إذا هاد التعريفة هادي كلشي قبلها، كلشي قبلها. نرجعوا لهاد التعريفة بالإكراهات اللي كتعيشوها أنتم على مستوى المصحة الخاصة في المغرب. أن هاد التعريفة شرطي لي أن من 2006 وحنا في 2019 13 سنة وكطلبوا الآن بالمراجعة ديالها. هادو من بين الإكراهات اللي كتعيشوها، علما بأن المواطن الآن مغربي حتى هو في القدرة الشرائية راه في هذه السنوات الأخيرة حتى هو في لي سالير ديال الموظفين ما تزادوش، السميك يلاه وصلنا ليه، يعني ما قادريش المواطن المغربي أحيانا تيقول لك أنه ما قادر حتى على ديك التعريفة او التسعيره الوطنيه المرجعيه، فما بالك انكم تزيدوا. التدخل ديالك زوين، لان هذا لسان ماشي ديالي، ديال المواطن، ديال المواطن، لان تيبين حنا موضوعين في واحد الواقع فيه تناقض، فيه تناقض. بغينا الجوده، بغينا التكنولوجيا، بغينا الخدمات في واحد المستوى عالي، ولكن بغيناها رخيصه، ولكن المردوديه، شكون هذا اللي غادي يستثمر بدون مردوديه؟ غادي يستثمر ولكن غادي يمشي للهلاك. اذا هنا كاين واحد لا بيريكواسيون، واحد المعادله اللي لابد نشيروا لها، ولابد المواطن والمواطن يفهموها. لان الطب على حسب القانون 131/13 في البند الثاني ديالو تيقول الطب ليس، لا يمكن عن التطبيب أن يكون تجارة. التطبيب ماشي تجارة، وخدمة، هو خدمة فقط. إذن خصنا اللي كنتمناوه من المستمعات المشاهدات والمشاهدين يتفهمونا باش نصحوا هذا المفهوم ديال
لا الطبيب البريفي تيقلب غير على الفلوس، لا المصحه كتقلب غير على الفلوس. ولكن كنلاحظ الدكتور انه هادو كيفتحوا غير بغاو الفلوس. لا انه في الاونه الاخيره كاين معايير ولا حتى الاستثمار وريكومونداسيون، كاين معايير و شروط وشروط ديال قبل ما تدير عمليه كاين الشروط ديالها، كاين توصيات، كاين ريكومونداسيون دو بون براتيك كلينيك، كاين التوصيات للممارسه السليمه للتطبيب لابد نطبقوها، رغم ان باقيين هاد لي ريكومونداسيون تنستوردهم مستوردين. ان شاء الله عما قريب غادي نديروا لي ريكومونداسيون ديالنا على حسب هادشي اللي قلتي، على حسب الاكراهات اللي كاينه وعلى حسب لو كونتكست الماروكان ديالنا، السياق المغربي. السياق المغربي اشترتي لهاد النقطه ديال الخدمه وطبيعه العلاقه في الاونه الاخيره ترددت انه كاينين مجموعه كيسميهم الناس اصحاب الشكاره بغاو يستثمروا، هما دخلاء على المهنه، ما هما اطباء، ما هما مستثمرين بحال اللي كيستثمر في التعليم الخصوصي، اللي كيدير شركه، اللي كيدير كذا، بغاو يستثمروا يبنيو مصحات خاصه بحجم بمواصفات نقولوا انها مواصفات كبيره. واش نتوما في داخل ارباب المصحات الخاصه بالمغرب مع هاد اللي كيسميوهم التنافسيه، انه يجي واحد مرشكاره يستثمر ويخدموا عنده اطباء ويدير ان كلينيك مثلا بدي نورم بمعايير دوليه ويدير فيها تخصصات كلها والاطباء كيشتغلوا عنده، واش نتوما ما كيزعجكمش هذا الامر؟ حنا واحد الوقت كنا مترددون في الحقيقه، كان هذا الامر مقلقكم شويه؟ كان شويه مقلقنا وشويه من بعد قلنا بون كيفاش تعاملنا مع هذا الشيء؟ خليته الواقع. لا قلنا الا كانوا هاد الناس غادي يجيو ونيتهم باش يجيبوا خدمات جديده ولكني خصهم يجاوبوا لاش انتظارات المواطن، ماشي غير الانتظارات، يمشيوا للبلايص اللي ما فيهم اي مصحه. يعني نعم يديروا القرب من المواطن، يمشيوا للبوادي، يمشيوا يديروا التغطيه الصحيه فين ما موجودينش المصحات اللي كاينه ديجا دابا، ولكن غيخلقوا تنافسيه مع اللي موجودين حتى هما. ماشي لا حنايا راه في الاخير قلنا المصلحه العامه هي الاولى، قلنا هنا ما كاين مشكل غير هذا، ولكني الواقع اللي وقع دابا هو ان جاو موالين اللي كيسميهم بين قوسين، انا ما كان المستثمرين ولا ما كنبغيش، لان كنقربوا المواطن اكثر، تنحترموا الجميع. انت خصك تكون حاضر في الكلام ديالك. بياسير انا ما نقدرش نقول هذيك الكلمه اللي قلتي ما نقدرش نقولها. انا خصني نقول المعاناه ديال المواطن احتراما كلنا مغاربه، كل حنا كنديروا خدمه انسانيه ومقاربه انسانيه في التعاملات ديالنا. واللي بغيت نقول بلي ان كاينين اللي جاوا الناس اللي عندهم الفلوس واستثمروا وشراوا كاع بعض المصحات في الدار البيضاء وفي مراكش، شراوهم وبداو بغاو يخدموا فيهم ولقاو ما كايناش المردوديه وعاودوا باعوهم. ولاش هذا الفشل؟ لان التعريفه الوطنيه لا يمكن باش دير دي ميغا ستركتور، دي ميغا كلينيك، دي كلينيك جيونت قداش ما يمكنش عاد دويتي ديك الساعه قلتي على القوه الشرائيه ديال المغاربه ناقصه. اذا هذيك التسعيره ما كتخليش ما يمكنهاش ارباب المصحات انهم ما يمكنش يسترجع داك الشيء اللي استثمروا ديال المصاريف. ولكن احنا صابرين على هذا الشيء، صابرين على هذا الشيء، وغادي نفسر لك من بعد ما يقال هو مزيان. هذا الشيء بغينا نوضح ما يقال علينا، ولكني قبل بغيت اولا نقول الاكراهات، غير نقول اشنو هما الاكراهات، جفيليسيتي هي المنظومه الصحيه تحتاج الى اعاده النظر، المنظومه الصحيه كلها بما فيها العموميه، كلها لان متكامله، كاين قوانين مترابطه وكاين متكامله وكاين دابا واحد نوفو كونسيبت، واحد شي حاجه زوينه جايه وهو الشراكه القطاع العمومي مع القطاع الخاص، الشراكه التعاقديه بين الخاص والعام فوالا سي باش تكون متكامله، بارتناريا بيبليك
بريفي دونك هذه المنظومه خصها تعاد النظر فيها. ثانيا التعريفه الوطنيه المرجعيه اللي خصها اللي دارت من 2006 واليوم على حسب التكنولوجيات الجديده وصلنا فيها كاين بعض العمليات وبعض الاجهزه ما مذكوراش في 2006 واليوم اش تيوقع؟ حنا كنشريو دوك المعدات والتجهيزات دي سكانر دي بيت سكان في حاجه واعره ما 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 عمرها ما عمرنا كنفكروا واش 2006 غادي هذا تكون غادي تكون غادي تكون عندنا اليوم صح. ولكني كانت واحد الحاجه اللي ما تحترمتش في ديك في ديك التعاقديه وهو ان في القانون 65/00 مكتوب باللي ان هذه التعريفه الوطنيه خصها تبدل كل 3 سنين وما كنتوش كاربه مسحات تواصلتوا مع الوزاره واش كان الرفض ديالها ولا كان من 2009 وحنا في مناقشه في حوار في في جمود كاين واحد العدد ديال دزنا في بليزيغ زيتا دزنا محطات كثيره اللي جعلت واش وزاره الصحه كترفض ولا كتقول لكم خصكم تاجلوا هادشي هادشي ماشي وزاره الصحه اللي كترفض ولا اللي كتقول ولا السياق العام ديال البلاد لا كاين كاينين اللي كيقولوا التوازن المالي ديالهم مثلا لا كنوبس لا سي ان اس اس اكسيتيرا تيقولوا بان التوازن المالي ديالهم ما يسمح لهمش باش يديروا ديك المراجعه ولكني حنايا ضايعين اذا كاين اشكاليه وهاد الصناديق اصلا متاثره ومهلوكه مجموعه الصناديق لا واحد الوقت قالوا عندها فائض انو قالوا قالوا في لي زاسيز درنا واحد المناظره كبيره في مراكش وتقال بلي اننا الحمد لله لاباس علينا بالعكس كاع لا سي ان اس اس كتقول عندها واحد الفائض خصنا نديروا حملات راه تيديروها في الراديو وفي التلفازه حملات المنخرطين باش يقول لهم شوفوا راه عندكم الحق في التطبيب سيروا داويو راسكم مناش الناس ما عارفاش واش عندهم الحق في الولوج الى 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 المصحات الخاصه بون هذه الثانيه دونك لا بد مراجعه هذا التسارع للتماشي مع ارتفاع المصاريف داخل في التقنيات الجديده لان المواطن دابا تيتابعنا ياك ما تراجعوا هذا العام ولا العام الجاي بعدا نحن باش نستعدوا حوار لا نحن في حوار دابا اذا دابا كاين حوار مع وزاره كاين حوار وكاين حوار بناء اللي من اجل المراجعه التسعيره من اجل المراجعه غينقصوا منها ولا غيزيدوا ما يمكنش ينقصوا منها الا ما رفعوش منها هذه حاجه ظاهره ولكني هذا باش كل شيء يخدم الدعم ربما هذا سؤال ربما يخلص المواطن هذيك التسعيره ديال 2006 والفارق تحملوا هذه الصناديق مثلا المهم وتقدم جوده طبعا تكون لا افضل لا هذيك التسعيره لهاد لا كنوبس ولا لا سينسيس اللي كتخلصها المواطن تيخلص هذا شحال كيخلص المواطن تخلص 10% في لاكنوبس كتسوى عمليه 8000 درهم تخلص 100 درهم اسمح لي راه المواطن بخير ولكن في لا سي ان اس اس لا لا سي ان اس اس كاين 70% كتخلص على المواطن كتخلص لا 70% منخرط لا 70% كتخلص على سي ان اس اس و 30% كيخلص المنخرط اذا مزيان ما نقدروش نقولوا راه كاين حنا راه كاين اللي تيعطي الانخراط ديالو راه تيكون عنده ان تري بون سيرفيس اون غوتور وكذلك كي قلتي دابا راه كاين واحد الحوار للتامين الصحي لا كنوبس لا سي ان اس اس والسنديكا والجمعيه الوطنيه للمصحات الخاصه بخصوص البرنامج قريب على النهايه بقات لنا دقائق احد المتابعين كيقول لك بانه بعض المصحات الخاصه كتطلب وكنشوف هذه الشكايات كثيره كتردد لا في بعض المحطات ولا في بعض المنابر بانه الناس نعم. وقعوا انا متفق معاه
ولكن الا فهمت الا مشيت تنفهم ما غاديش يبقى مناش ما فهمش الاكراهات اللي كاينه. اش هو الاكراهات؟ تجي ان انسان هذاك شك ماشي ضمانه، ما خصناش نسميوه ضمانه لانه ممنوع قانونا، ما يمكنش نسميوه كضمانه. ربما كان ما كناخذوش توت كلينيك، ما تناخذوش الا بعض المصحات، لان بعض المصحات طاحوا في اش في بعض المنخرطين اللي مسدود عندهم لو دروا لو دوا فيرمي، وحنا ما عارفينش ديال الكونجوان ديال المنخ ديال الزوجه مثلا ديال الابناء ديال الزوج ديال الابناء لو دروا سون فيرمي. ولكن حنا كنداويو الناس، ماشي اللي ما عندوش، ماشي اللي ما عندوش نداويش، لا اللي جاني في حاله مستعجله ولا كذا نداويه يخلص ولا ما يخلصش. انا خصني نادي الخدمه ديالي، خصني ناديها كما اننا انا طبيب اولا. عاد عاد الو السلام عليكم. سلام سي سعيد، بخير لاباس؟ الله يبارك فيك الحمد لله. مرحبا سيدي. الله يبارك فيكم. بخير سيدي لاباس؟ معكم الهرواشي من تيزني. سي هرواشي مرحبا بك. مرحبا مرحبا بالدكتور. مرحبا. غير بغيت نسولو واحد السؤال اضافه الى طبعا يعني السؤال اللي سول واحد الاخ في الكومنتير المتعلق بالتزام الشيك كضمانه من طرف المصحات، والدكتور قال لك لا راه ما كاينش هذا الشيء. وها الواقع في سي سعيد، راه ما يمكنش تدخل شي يعني كلينيك الا ما عندكش كما قلتي الكلوب ولا السينيسيس الا ما حطيتيش الشيك على من اجل الوفاء ويبقى مدون التجاره، الامور واضحه. السؤال الثاني، كيف يمكن التوفيق ما بين عدم تقديم مساعده لشخص في حاله خطر اللي هو مريض مثلا والصحه والحاله ديالو مهدده ياك، والحقوق ديال المصحه يفني بخصوص الدكتور يعني انه رئيس المكتب الجهوي للجنوب والسوس كذا الى اخره، ذلك المصحات الخاصه يفني ما فيه حتى شي مصحه خاصه نهائيا وتقول ولا وحده، علما بانه كانت جات شي طبيبه باغا دير شي كذا بخصوص الاطفال، مصحه خاصه للاطفال يعني هنا غادي تتصل صريح بالنسبه ل شكرا سي هرواشي. يعني المكتب الجهوي بخصوصي يعني تحقيق واحد العداله مجانيه فيما يتعلق بالمصحات الخاصه. ثانيا المستفيدين كيف قال الاستاذ الدكتور اصحاب الكنوب واصحاب وقطع عليا السي سعيد كاع السؤال. المهم انت كطالب العداله المجانيه انه بعض المدن ما فيهاش مصحات خاصه ومنها سيدي افني. نتمنوا ان هذه الرساله يوصلها الدكتور مسير لارباب المصحات الخاصه ولا للزملاء ديالو الاطباء امرا. نشكرك الدكتور، نشكرك السي هرواشي. ما بقى لنا الا دقائق. باختصار كانت ثلاثه ديال الاسئله، كان اقتراح ولا واحد المطلب ديال انشاء مصحه في سيدي افني الارباب المصحات. والسؤال هو الشيك ضمانه، واش كاين ضمانه ولا ماشي ضمانه، وكيفاش في داخل المصحه ملي كيجي مواطن في حاله خطيره نقدموا ليه المساعده. حتى المصحه ملي كتقدم هذه الخدمه لا تقدمها مجانا، حتى هي خص الحقوق ديالها تكون تماما طبعا مؤمنه. تماما. فيما يخص لو شيك دو غارونتي، كي قلنا هو شيك دو غارونتي هو غير قانوني، هذا معروف معترف به ومعروف. غادي نجاوب هذا السؤال بسؤال اخر. ما هو عندنا في المصحات واحد العدد ديال الناس اللي تيجيو يكون منخرط او لا غير منخرط، اللي تحط لنا الشك، لو شك سون بروفيزيون، هادو اللي خصهم يخلصوا نيت، هادو اللي خصهم يخلصوا تتلقى شك بدون رصيد. اشنو غادي نديرو؟ كاينين الناس اللي الحقوق ديالهم مسدوده لا في لا كنوبس ولا في لا سي ان اس اس، هذا يهدد المصحات بلا موت. اييه وبعدم استمرار، وحنا ما عارفينش وين تنقلبوا على داك الناس. حنا حقو طريقو ياك، ولكن اذا كتقول لي راه الحقوق ديالك مسدوده تيقول لك لا سيدي انا منخرط، دبروا راسكم مع كذا، اودي الورقه، هي جاتنا الورقه فيها
ان الحقوق ديالك مسدوده، واش غادي نديرو؟ اذا عندنا واحد العدد ديال لي شيك دابا، الشيء كان في واحد الوقت ولكن في الاواخر دابا رجعت واحد ان ديماتيرياليزاسيون، سادير دابا مع الالكترونيك مع الانفورماتيك مع الانترنت كتواصلوا مباشره وكتعرفوا واش تقريبا مع لا سينيسيس تنتقابلوا تنمشيو مباشره مع هذا مع دغيا كتعرف واش عنده حقوق عنده الحقوق ديالو ولا ما عندوش مباشره. عندي باقي شويه من تفضل نعم. لان ربما التوفيق بعدم تقديم المساعده لشخص في حاله خطر. لا هذه لا فليرجونس فليرجونس كاين لارتيكل نون اسيستونس ا بيرسون اون دونجي بينال، هو جنائي لا يمكن لاي طبيب في العالم في المغرب في اي بلاد ما يمكنش يجي حاله مستعجله وتقول لي حبس الا ما عندكش فلوس مجانيا الا ما عندوش ومن بعد تابعوا ما تابعوش غايقول ما بقات لنا الا دقيقه. اشنو الانتظارات ديال ارباب المصحات من بعد هذه المشاكل اللي شفناها وهذه الاكراهات؟ وفي سيدي يفني بغيت نزيد واحد هذا انا شاركت ما هو معالجه هذا الفراغ اللي كاين في بعض المدن وتحقيق هذيك العداله المجانيه باش اللي بغى يستثمر في الكلينيك غادي خص السلطات المحليه اللي غادي توجه ولا لا ريجيون يفني. اذا هذه من بين نتمنوا ان هذه الرساله توصل نكون بهذا انتظارات اقل من دقيقه اقل من دقيقه كيزاحم كثير اقل من دقيقه الانتظارات ديال الانتظارات ديالنا هو تفعيل النصوص التطبيقيه للتغطيه الصحيه عند الطبيبات والاطباء. انا ما عنديش لاسيغونس مالادي، راه كنسعاو الا مرض شي طبيب تنسعاو بيناتنا الطباء باش نشريو ليه الدواء. كذلك تفعيل النصوص التطبيقيه للاستفاده من التقاعد، انا ما عنديش تقاعد ولكن الا كنجريو اليوم التقاعد تجريو لي للجيل اللي جاي دابا للشباب الاطباء والطبيبات الشابات اللي هما حنا عليهم حنا كندافعوا. تسريع مراجعه التعريف الوطني المرجعيه وتحفيز فيها مراجعه او حذف التاكس بروفيسيونيل، ولا ما ننساو باللي ان لابد من تشجيع البارتناريا بيبليك بريفي باش نعالجوا هاد الخصص وهاد الحاجه اللي كيطلبها. نتمنى ان نعرفوا باش نختم باللي ان في الجهه اخر الطراز وفي اخر كذا، وراه كاينين المشاريع اللي هي ضخمه اللي كتجيب المسائل في العلاجات ديال الكونسير في العلاجات ديال امراض ديال تطبيب في ديال القلب والشرايين. اذا عندنا واحد المستقبل ان شاء الله. انا اللي كنقول خاص السكينه تكون تفرح بهذه المصحات اللي كاينه. نتمنوا ذلك ونتمنى تكون الخدمه الصحيه بشكل جيد وتكون ترضي المواطن وتحقق هذاك الاستشفاء، يكون راضي الطبيب ويكون المريض تاعو والاسره ديالو راضيه. نكون بهذا قد استوفينا حلقه برنامج اليوم من فات النقاش. اشكر ضيفي الدكتور احمد موسي رئيس المكتب الجهوي للمصحات الخاصه في جهه مستوى الجنوب. نضرب لكم موعدا في حلقه جديده وموضوع جديد يوم غد ان شاء الله، فانتظرونا. رمضان مبارك كريم، انتظرونا على قناه ريماي تي في في ملفات للنقاش. ملفات للنقاش يستضيف سياسيين وفاعلين واصحاب القرار في قضايا القرى، فانتظرونا طيله شهر رمضان.